صباح الخير عليك يا أحمد، وصباح الخير والسعادة على حضراتكم جميعا. دايما كده في بداية الحلقة بنحب نسلط الضوء مع حضراتكم على أهم الموضوعات وأهم القطاعات اللي شهدت طفرة كبيرة على مدار السنين اللي فاتت. من أهم هذه القطاعات الحقيقة اللي شهدت طفرة غير مسبوقة هو ملف الزراعة وقطاع الزراعة. هذا الملف يعتبر ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي المصري. هذا الملف أولى ليه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمام كبير جدا من 2014 والحد دلوقتي، ولسه الاهتمام والدعم مستمر. كمان قطاع الزراعة حظى بدعم غير مسبوق ومتواصل من الحكومة، لأنه بمنتهى البساطة بيساهم في حوالي 15% من الناتج المحلي الإجمالي. يمكن إحنا دايما بنطمع بزيادة في الخير طبعا، أو بنطمع في إن إحنا نشوف إنجازات أكتر المفروض إن هو يساهم أكتر من 15%، لأنه مصر فعلا فيها خير، واحنا مهنه الزراعه بالنسبه لنا مهنه قديمه قوي يا عبد الصمد. يعني مصر بلد زراعيه بالتاكيد يا جماعه، بس ال 15% دول ما جوش من فراغ، 15% ده مفتاح النجاح الحقيقي طبعاً. فيهم كانت الاراده والعمل، لان فعلا زي ما جمانه قالت الدوله المصريه قدرت اللي هي تحقق نتائج استثنائيه، وهنا بقول استثنائيه لان كلنا بنشوف العالم دلوقتي بيعاني من ازمه حقيقيه، وهي ازمه الحبوب تحديدا بسبب الازمه الروسيه الاوكرانيه. والنتائج الاستثنائيه دي هي نتائج في الحقيقه نتائج غير مسبوقه في الملف الخاص بالانتاج الزراعي واستصلاح الاراضي ايضا في مصر. نفذنا تقريبا كده بالارقام بنتكلم في 320 مشروع زراعي اتكلف اكتر من 42 مليار جنيه في مجالات دعم التنميه الزراعيه، ده غير الطفره الكبيره اللي اتحققت بالفعل بخصوص المشروعات القوميه للتنميه الزراعيه في الاراضي الجديده اللي استهدفت تقريبا 3 مليون فدان في شمال وفي وسط وجنوب الوادي. بنتكلم على توشكا، اراضي مشروع تنميه الريف المصري الجديد والوادي الجديد وجنوب الوادي، ومشروع الدلتا الجديده. ويمكن مشروع الدلتا الجديده اللي بتعد الركيزه الاساسيه في مشروع مستقبل مصر اللي احنا شفنا من شهر تقريبا افتتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ليه، وتفقد يعني جني المحاصيل الزراعيه الاستراتيجيه في هذا المشروع. طبعا يا احمد، كمان الفكره الحقيقه يعني انت عديت مشروعات كتير جدا صحيح. وان شاء الله يبقى في مشروعات اكبر واكبر واكبر وما نوقفش هنا، لكن المهم فعلا واللازم نتوقف عنده ونحط تحته ألف خط هو الفكر، الخطه اللي موضوعه والاستراتيجيه اللي بتسير عليها الدوله. في اهتمام الحقيقه كبير جدا باهتمام من الدوله في دعم مناخ الاستثمار الزراعي، دي نقطه مهمه جدا وكان الحقيقه عندنا مشكله فيها. هذا المجال تحديدا اتنقل نقله مختلفه خالص، ده كان واضح جدا لما بقينا نشوف استصلاح للاراضي، معالجه للمياه، مشروعات الانتاج الحيواني والدجاني والسمكي، ده مع عدد كبير جدا من الجهات والدول زي المملكه العربيه السعوديه والامارات والاردن وغيرها من الدول الشقيقه. وكمان في فكره ثانيه ونقطه ثانيه مهمه يا احمد، هي انك تهتم بالقيمه المضافه. احنا ويمكن كنا بننتج فعلا، بس احنا ما كناش بنهتم قوي بفكره ان احنا نصنع، فدي بقت نقطة مهمة جدا. صحيح، هي فكرة التكامل في كل المشروعات طبعا. اللي بتتعمل. ولفت نظري هنا برضو انت اتكلمت يا جمانة على فكرة الدول الشقيقة اللي بتستثمر دلوقتي في المشروعات الزراعية عندك، لأن في دلوقتي توجه عام للدولة المصرية وللمنطقة العربية ككل هي فكرة تحقيق التكامل العربي في ملف تحديدا الصناعة والزراعة لمواجهة الأزمات العالمية اللي موجودة. فعلا مؤخرا شفنا ثمار نجاح المشروع القومي كمان ل الصوامع اللي قدرنا اللي احنا من خلال هذا المشروع نحن نحقق زيادة. الزيادة دي في السلع التخزينية اللي بسبب المشروع ده ارتفعت نسبة التخزين أو السعة التخزينية من 1,400,000 طن في 2014 وصلنا لخمسة مليون ونص المليون طن دلوقتي. ويمكن برضو هنا عاوز أنوه لحاجة، إن فكرة التكلفة الإجمالية لهذا المشروع الضخم العملاق تساوي صفر. ليه بتساوي صفر؟ لأن هي تم إقامتها من الفائض اللي قدرنا اللي احنا نحققه بعد ما تحولنا من الصوامع بدلا من الشوان أو التخزين التقليدي اللي كان بيتم. كمان عندنا مشروعات عملاقة في الثروة السمكية زي بركة غليون، زي الفيروز وقناة السويس، والمشروع القومي لتنمية بحيرة المنزلة والبرولوس وإيدكو والبرادويل كمان، وإنجازات لا تعد ولا تحصى في هذا المجال الضخم. لكن هنا أنا عاوز أقول حاجة بقى تحديدا يا جمانة، يمكن كلنا فاكرين أنه وإحنا صغيرين لما كنا بنروح المدارس على أغنية وكان في هذا البرنامج في صباح الخير يا مصر عاوزينها تبقى خضراء. طبعا كان حلم عندنا عاوزينها تبقى خضراء، لكن للأسف كان مجرد قوة ناعمة بيتم استخدامها، أغاني وحشد وتوشكا وفي النهاية
على الأرض كانت لسه الأرض صحراء. صحيح. النهاردة قدرنا نقهر هذا الحاجز ونعدي بالعمل والإرادة الحقيقية والعمل الحقيقي، قدرنا نحول توشكا وترجع تاني من جديد ونضيف أراضي تانية موجودة. فكلمة النجاح والسر الحقيقي هو الإرادة. ده حقيقي، واحنا دايما بنقول لما بنتكلم على الفكر هي الفكره لا تموت، لما يكون عندك صح. مبدا ويكون عندك خطه انت ماشي عليها، غير لما نقعد نعد في مشروعات. في نقطه كمان مهمه جدا الدوله اشتغلت عليها يا احمد وكان عندنا فعلا مشكله حقيقيه فيها، وهي الفلاح. صحيح، تنميه مهارات حتى الفلاح المصري، دعم الفلاح المصري، تقديم تحفيزات للفلاح المصري. شفنا دلوقتي كروت الفلاح بالظبط، حاجات كتير جدا لو عدناها، ويمكن ابلكيشنز، ويمكن بيروحوا كمان بيدربوهم وبيتكلموا معاهم اكتر عن طرق الري الحديثه، وبيتكلموا معاهم اكتر عن نوعيه دلوقتي، وفي اسمده مدعمه كتير قوي. ودي كانت نقطه مهمه، لانه مهما عديت مشاريع ومهما عملت مشاريع، لكن من غير ما تهيئ الإنسان. الفلاح المصري، ومن غير ما تقدم له مساعده، ومن غير ما تحفزه، احنا كده ما بنعملش حاجه. فالحقيقه انه الدوله بتسير على خطى مدروسه وثابته، ويمكن لو ما كناش مشينا على هذه الخطى وما كانش عندنا الخطه الاستباقيه دي، احنا شفنا الازمه الروسيه الاوكرانيه، احنا خدنا خطوات من قبل ما ده يحصل، قدرنا ان احنا يعني ندرك فكره وقيمه ان احنا لازم احنا اللي نملك مواردنا، ما يبقاش في حد متحكم فينا، وهو ده اللي وصلنا لحد هنا النهارده. على اي حال احنا كنا حريصين ان احنا نشارك مع حضراتكم ما تم من انجازات في هذا القطاع نظرا لاهميته، وقلنا نبدا مع حضراتكم كده بحاجه ايجابيه، ودايما نشوف الخير، ودايما بنطمح للمزيد. احنا بنقولش ان احنا وقفنا هنا، ولا بنقول ان احنا كده كفايه، بالعكس، بس لازم نسلط الضوء على ما تم. دايما السيد الرئيس هنا بيقول ايه، اللي اتعمل ده كله هي خطوه من 1000 خطوه، لسه في 999 خطوه مصر شغال عليه. ويمكن اللي بيأكد الكلام ده دلوقتي فكرة الزيارات كمان يا جمانة الخاصة بالدول الشقيقة العربية. شفنا زيارة لملك السعودية أو الأمير محمد بن ولي العهد محمد بن سلمان، وشفنا أمير قطر موجود حاليا في زيارة رسمية، وقبلها البحرين والأردن وغيرها. كل ده بيأكد التكامل، أنت دلوقتي بدأت تتوسعي وبدأت تعملي التكامل عشان يحصل الحلم العربي اللي كنا بننادي بيه زمان قبل كده. ما قلنا قوتنا دايما في ان احنا نكون ايد واحده. على اي حال بنصبح على حضراتكم، وخلينا نبدا معاكم حلقه جديده ويوم جديد من صباح الخير يا مصر. صباح الخير والسعاده عليكم.